مايكروفون لاسلكي للايفون من شركة جرين 2 في 1 لجميع انواع الايفون، سهل الاستخدام. كل اللي عليك توصل هذه الوصلة عندك في الايفون ويشتغل معاك المايك. طبعا عندك مايكين الاثنين يسجلون بنفس الوقت ويتم شغال معاك تقريبا مع الكيس الشحنة الفل 36 ساعة. الكيس يعطيك 30 ساعة والمايك الواحد 6 ساعات. صراحة جدا ممتاز. عندك المسافة الاقتران 20 متر، هاي كرتون المنتج مثل ما هو موضح لك، 30 ساعة الكيس 6 ساعات المايك الواحد. هاي التفاصيل اذا تبي تقرأ، طبعا بس مجرد انك توصل قطعة يشتغل معاك الايفون، يشتغل معاك المايك بالايفون. المايك بعد فيه تقنية عزل العزل الاصوات المزعجة، يسجل لك الصوت دقة عالية وبدون ازعاج وصوت محيط 360 درجة في المكان اللي انت فيه. الحين بنسوي تجربة عملية. الشيء الحلو في المايك انه في منفذ حق اللايتنينج، مجرد انك توصل واير تشحن جهازك بنفس الوقت، فيوم تركب القطعة هذه ما تلغي لك منفذ الشاحن، تقدر توصل واير وتليفونك يشحن والمايك شغال بنفس الوقت. اذا شحنت المايك تم ضغط على الزر لين يجيك الليت الاخضر، عقب خلاص تقدر تسجل ويشتغل معك المايك. انا سويت 3 تجارب مع المايك، يلا نجرب. هاي التجربة الاولى بدون مايك الايفون الاساسي. تجربة عملية بدون المايك، قاعد اسجل من سماعة الايفون الاصلية الاساسية. هاي مع المايك. وهاي تجربة عملية قاعد اسجل من مايك شركة جرين اللي صورتها لكم. واضح الفرق ها؟ وهذه التجربة الثالثة. وهاي التجربة الثالثة وانا مثبت المايك القاعدة مالته في الملابس. ممتاز صراحة. سويت لكم التجربة العملية حق المايك، توفر عندنا في متجر سيركة ستور، بتحصلونه في قسم الاكسسوارات، مناسب جدا حق اللي يصورون فيديوهات سواء بلوجات الاكل، بلوجات او شروحات، اي شيء تستخدم فيه شروحات وصوت ممكن ينفعك في هذا المايك. طرش الفيديو حق شخص تحس انه محتاج هذا المايك، حتى لو يسوون مقابلات بعد انا اثنين.